بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا فإن الله يقول يا زكريا، يقول الله سبحانه وتعالى زكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الإضاءة يا محمد، الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. لو سمحت حضرتك بسأل: متى تكون الهدية أفضل من الصدقة؟ متى تكون الهدية أفضل من الصدقة؟ والله يعني ما عندي لذلك ضابط، ما عندي ضبط، إلا إذا كان المصلحة المرجوة، المصلحة المرجوة أفضل، المصلحة الأخروية. كنت سمعت حديث، ولكن لا أتذكره عن صحته، أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد عبدة، فبعدين دي أعتبر صدقة. أعتقد إيه؟ أعتقد عبدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهديتها لو أعطيتها لأخوالك. ميمونة زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها النبي قالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان خيرا لك. صحيح كده، صح، جزاك الله خيرا. اللهم يا محمد. حضرتك مثلا يكون مثلا حد معاه 1000 جنيه، فيروح يختار مثلا 1000 جنيه مثلا زي صدقه، ولا مثلا يجيب بها هديه لقرايبه. والله احيانا على حسب المقامات، ما تضطرد المسائل، ممكن تجزئها. اللمبه يا محمد الكهان. لا ده طيبه ما تفصلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير يا شيخنا. في اخ لنا في الله كان ملتحي يا شيخ، تمام، وكان يصلي صلاه الخمس في المسجد ويلبس القميص ويلبس الطبيعي على راسه، تمام. تفضل. المهم يا شيخنا، دي فترة كده غاب عننا، وبعدين يصلي ايه في مسجد تاني. فالمهم شفناه وسألنا عليه يعني. فالمهم يا شيخ، بطل يلبس الجلباب وحلق اللحية، وقال: صراحة أنا لست أهل لهذا، وأنا بعمل ذنوب كبيرة، فصراحة أنا ما أقدرش أنافق الناس كده. وظهر إن أنا شيخ وألبس جلابية وألبس بقية وأعمل اللحية وأربي اللحية وأعمل كل الذنوب دي. فشيخ يعني ما الحل مع هذا الشخص؟ خلاص في حاله ونحن في حالنا، حق علينا النصح، وأنتم قدمتم النصح في آباء، فمن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طب يا شيخ، يعني هل كلامه ده صحيح ان هو؟ لا طبعا غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حولك يا شيخ. الله يسلمك يا شيخ. لدي سؤال. تفضل. قال الأول يا شيخ، قد ورد عدة أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، هذا معنى يا شيخ؟ هي موجودة، بس في بعض العلماء بيحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، وأنا ما زلت أراجعها إن شاء الله. ويا شيخ في حديث الذي مات وقال وصى ولده أنه يحرقوه ثابت صحيح خلاص، يعني لم يعمل خيرا قط أبد يا شيخ؟ أي كده، لم إن الأبعد لم يبتئر خيرا قط. نعم صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، أود من فضيلتك توضح مسألة، هي أن يعني بعض يعني نعم بعض الذين يهاجمون العلماء يأخذون فيديو لفضيلتك تقول فيه ب يعني عدم النصح باتباع المذاهب. أنا أقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الله فردوه إلى الشافعي ولا إلى مالك ولا إلى أحمد ولا ابن عباس، لما إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قل إن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأقول ليس أحد من هؤلاء الأئمة بمعصوم، وليس قوله بحجة على الآخرين من أصحاب المذاهب. فهذه دعوتي، أتدين الله بهذا وأسأل الله أن أحشر على هذا الفهم، أحشر على أنني أنادي الناس باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله مع توقيري لأهل العلم واستفادتي منهم، لكن لا أتعصب لأي واحد منهم. أنا مع الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآية وإجماع العلماء، هذا الذي أقوله. يعني حضرتك إن اعتبرتم ذلك ذنبا فبيننا وبينكم الله. نعم بس هذا اختصارا. نعم. أعلنها على رؤوس الأشهاد بلا وجل ولا انخناس ولا خجل، أنني أنادي الجميع بأن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لمذهب، إنما الدليل من الكتاب والسنة فوق رؤوسنا وإجماعات العلماء معتمدة، وليس ثم عالم معصوم من الخطأ والاجتهاد الذي يجانب الصواب، هذا الذي أقول. إن كان هذا ذنبا فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ، وقبل منه اعتذر إن شاء الله. تفضل. من 3 أيام كنت سألت حضرتك أسئلة، ولما رجعت التسجيل وجدت نفسي كنت أتكلم وتما حضرتك بتتكلم، فهذا لا يليق يعني وليس من لا ما في مشكلة أبدا، بارك الله فيك. تفضل. السؤال في حالة إذا انتقض الوضوء بمس الذكر، هل ينتقض الوضوء بباطن اليد اليمنى فقط؟ هذا ما سمعته، هل هذا صحيح؟ هذا إذا اخترت نقض الوضوء بمس الذكر، واللي أنت تعرف إنها مسألة نزاع بين أهل العلم، يعني ليس القول بنقض الوضوء من مس الذكر بمجمع عليه، إنما هو قول لفريق من الفقهاء وخالفهم آخرون. فأنت إذا تقول إذا اخترت القول القائل بأن أنت الذي اخترت القول القائل بأن مس الذكر ينقض الوضوء، هل يقول ببطن اليمنى فقط؟ لا، داخل أيضا بطن اليسرى، هي المانع من بطن اليمنى وبطن اليسرى، ما هناك دليل نقيد. نعم الله يبارك فيك.
طب حضرتك بتاخد بأي رأي؟ أنا بعد بحثي في الحديث إذا كنت على علم بالحديث أبين لك وجوه الحق والصواب بإذن الله إذا كنت تستوعب ما سيلقى عليك، لكن أنا آخذ بالرأي القائل بأن هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب، لتضعيف حديث من مس ذكره فليتوضأ، ولعلل أخر إن أحببت أن أفصل لك فيها فصلت. إن أحببت حضرتك تفصل نتعلم جميعا يعني إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في باب مس الذكر حديثان شهيران. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ هذا الحديث في سنده قيس بن طلق بن علي، وقيس بن طلق بن علي متكلم فيه. الحديث الثاني حديث بصرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي قال: من مس ذكره فليتوضأ. السند إلى بصرة بن صفوان فيه مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم لا يرتضيه كثير من أهل العلم بالحديث للأوابد التي فعلها مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما صنعه بالمدينة، ولما صنعه من قتله طلحة بن عبيد الله. إلا أن المحسنين يقولون إن مروان كان جالسا مع عروة، فأرسلوا شرطيا يسأل بسرة بنت صفوان عن مس الذكر، فرجع وقال الشرطي قال إنها قالت إن النبي قال: من مس ذكره فليتوضأ. معلوم أن الشرطي مجهول ليس بمعلوم، والحديث لا يقبلون الحديث إلا إذا كان السند كل رجاله ثقات، وهذا غير معروف. فأجاب القائلون بتصحيح الحديث بأن عروة ذهب إلى بسرة فصدقته، فألغي مروان وألغي الشرطي. قال ذلك بعض العلماء، إلا أن الإمام يحيى بن معين يقول هذا وهم من هشام بن عروة لما قال: فذهب عروة إلى بسرة فصدقته، وهم من هشام بن عروة، فلذا اختاروا القول بتضعيف هذا الخبر. وفي حال صحته، في حال صحته كلمة من مس ذكره فليتوضأ قد تحمل على الاستحباب، قد تحمل على الاستحباب. وأيضا من مس ذكره فليتوضأ لا تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه. ثم المعارضات الأخرى التي استعملها العلماء لا وضوء إلا من حدث، وإن كان بهذا الاختصار معلول أيضا لا وضوء إلا من حدث. فعلى الإجمال أبقى مع البراءة الأصلية أن الأمر للاستحباب إن كان ثمة أمر ثابت صحيح. جزاك الله خيرا شيخ. أنا وأطل الله في عمرك على الطاعة. حياك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى الغالي، يا رب يبارك فيك، تفضل. الله يحفظك، أسأل الله أن يزيدك علما يا شيخ، ولك بمثل السمعين والسماعات، ويهدينا وإياك الطريق المستقيم بإذن الله. يا رب اغفر لنا ولكم. آمين يا رب. آمين يا رب. سؤال الشيخ نفس، تفضل. يا شيخ يعني أسأل الله، يعني أتمنى حضرتك تصبر علي بس. الله المستعان، المستعان هو الله، تفضل. لا نتكلم إلا بخير يا شيخ. والله أنا تأثرت بشكل بعض المداخلة، تمام يا شيخ، وقد مع احترامي الشديد لك والله وتقديري لك، قد عابوك على تضعيفك أحاديث في صحيح البخاري. اصبر يا شيخنا، أريد أن أقول لك شيئا. تفضل يا شيخ. لا يكاد يوجد حديث من الحديث المتكلم فيها إلا ولنا سلف في ذلك. أذكر لك على سبيل المثال، مش اللي بختار على التضعيف، المنقل الأقوال العلماء. على سبيل المثال في البخاري أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة: من أسماء رجال صالحين ماتوا فعكف أقوامهم على الأثر، معروف يعني. ف
يا الإمام علي بن المديني شيخ البخاري نفسه، نعم شيخ البخاري نفسه، نعم يقول: كنا دائما نقول عطاء الخراسان عن ابن عباس، عطاء الخراسان عن ابن عباس، احترازا من عطاء ابن أبي رباح المعروف برواية ابن عباس، إلا أن هذا بخصوصه عطاء الخراسان عن ابن عباس، لأن عطاء الخراسان لم يسمع من ابن عباس، فكنا نسميه من أجل هذا. فلما طال الأمد قلنا عطاني ابن عباس، فجاء قوم وظنوا أن عطاه ابن أبي رباح الثقة فصححوا الخبر. فمن ثم الحافظ ابن حجر بدأ يدافع عن البخاري شوية في مقدمة الفتح، في النهاية قال به مع أنه معروف بالدفاع الشديد عن البخاري، نعم قال: وعلى كل، بعد أن ذكر بعض الأجوبة، هذه المسألة من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. نعم ففي أحاديث انتقدت على الشيخين، ما أنا انتقدتها أصلة، منتقدة مثلا من بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله. نعم الدارقطني انتقد على البخاري 110. نعم الدارقطني فقط، إذا قربنا وقلنا 100 حديث من 4000 حديث غير مكرر في البخاري تقريبا، هتكون نسبة 2.5%، نعم يعني 97. إذا سلمنا أن كل ما يقوله الدارقطني صحيح، فهتكون نسبة الانتقاد 2.5%، يعني 97.5% صحيح و2.5% معلولة. لكن نرجع نقول الدارقطني انتقد، لكن هل هو مصيب في كل الانتقادات أم أصاب في بعض وأخطأ في بعض؟ نعم. لا شك أنه أصاب في بعض وأخطأ في بعض. نعم. وقد أقر على الإصابة في مواطن من عدد من العلماء. فإذا قلنا مثلا سلم للبخاري من هذه 2.5%، 1.5، والدارقطني سلم له 1، هيكون 99% من البخاري صحيح، 1% فيه مقال. فمن 1% اللي فيه مقال هذا قد يكون السند ضعيف لكن له شواهد أخر، فتنخفض النسبة 0.5%. فبشرية البخاري تقتضي ذلك. وإن شئت أن تطلع على ذلك، الشيخ ربيع بن هادي المتخلي رحمه وفقه الله وهداه الله، الشيخ ربيع نفسه، هو نفسه الشيخ ربيع نفسه له كتاب اسمه بين الإمامين الدارقطني ومسلم، كان شهادة ماجستير أو دكتوراه، مطبوع موجود. نعم. اضغط على بين الإمامين الدارقطني ومسلم، منتقد عدة أحاديث على مسلم، الشيخ ربيع نفسه. أيوة. منتقد عدة أحاديث على مسلم، وبين أن الصفه مع الدارقطني، وجاء تلميذه شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وألف كتاب أو جمع كتاب، حقق كتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، ورجح أيضا عددا من الوجوه التي اختارها الدارقطني، صوب رأي المسلم في مواطن وصوب رأي الدارقطني في مواطن. فبشريتنا، بشرية العباد تقتضي أن في واحد سليم. فإذا كان في حديث مثلا عله البخاري، حديث في مسلم عله البخاري، حديث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، الحديث هذا معلول، البخاري الذي أعله، الإمام البخاري هو الذي قال رواه مسلم، روى من طريق أبي هريرة عن رسول الله، والصواب أنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، من كلام كعب الأحبار يعني من الإسرائيليات. من قال هذا؟ البخاري نفسه. نعم أنت خدت بالك؟ فبشريتنا تقتضي أننا جميعا، وعلماؤنا وإمتنا حتى من صحابة رسول الله رضي الله عنهم، من يجتهد ويجنب الصواب. صحيح صحيح. وإذا قلت لك من أفضل أصحاب النبي عمر بعد أبي بكر، صح كده؟ صحيح. عمر يضرب الناس على التمتع في الحج، اللي حج متمتع يضربه، ويقول عمر رضي الله عنه يقول إنك تخص بزمن رسول الله، حتى اعترضه عمران بن حسين رضي الله عنه،
قال تمتعنا مع رسول الله ثم قال رجل برأيه ما شاء. جاء عثمان بعد في خلافته يؤيد قول عمر، اعترضه علي قال كيف تنهى عن أمر وفي كتاب الله وفعله وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال دعنا منك يا علي. قال كيف أدعك لبيك عمرة في حج تأخذ بالك. فالبشر فيهم لازم ما في واحد معصوم، رسول الله الكرام معصومين عصمة تبليغ شريعة. أنت فاهم؟ فاللي مش فاهم هي كما قال ربنا سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صحيح. وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. نعم. إذا أنت قلت البخاري يا جماعة، قال علماؤنا الأولون إن البخاري مثلا جانبه الصواب في بعض الأحاديث، وفي أحاديث أنت نفسك لا تقبلها في الصحيحين أو في مسلم على سبيل المثال، مثال واضح. مسلم روى حديث أم حبيبة أنها أباها أبا سفيان فلما أسلم قال يا رسول الله أسألك ثلاثا. أبو سفيان بن حرب لما أسلم قال للرسول أسألك أريد منك ثلاث مسائل. نعم. تؤمرني تجعلني أميرا كي أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. ابني معايا تتخذه كاتبا لك، عندي أجمل العرب ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها. فإشكلت المسألة على الناس كيف وكتب السير والأسانيد الصحاح مطبقة على أن أم حبيبة زوجها النجاشي لرسول الله بعد أن مات زوجها بالحبشة وأمهرها عن رسول الله عليه السلام قبل أن يسلم أبو سفيان بزمن، أمهرها 4000. فكيف يأتي أبو سفيان بعد سنوات وهي زوجة رسول الله ويقول أزوجك أم حبيبة؟ تخدت بالك من الموضوع ولا مش فاهم؟ كيف يا شيخ؟ طيب المهم ابن القيم بدأ يجيب يعني بدأ يجيب بأجوبة، بدأ يعني يورد الأجوبة. منهم من قال أراد أن يجدد العقد، لكن سياق هو نفسه يقول سياق الحديث يا أباه، يقول له كأن الرسول ما عرفهاش يعني. واحد يقول أراد أخته. ابن القيم أورد سبعة أقوال وفي النهاية قال هذه من الأجوبة التي لا يرتضيها أهل العلم بالحديث، والصواب أن الحديث من أوهام من الأوهام سواء من مسلم أو من أحد رجال الإسناد. نعم نعم. كثير على هذا الغرار. نعم نعم. اللي بيتكلم بعلم. وبعدها في كتب علماء علل الآخرون كابن أبي حاتم، كالإمام الشافعي نفسه، الإمام الشافعي نفسه رحمة الله عليه، الإمام مالك نفسه يعلون أحاديث كثيرة. لكن الذي لا يفهم حاجة بدي يبدأ يشتم ومداخله ومخارجة ولا مناش في هذه الموضوعات. ربنا يصلح الحال يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل. أنت لو تكرمت جزاك الله خير يا شيخ. نعم. يا شيخ ما حكم من يفعل الكبائر ثم يتوب ثم يفعل الكبائر ثم يتوب وهكذا؟ طبعا الكبائر في ميزان السيئات، وننصحه أن يبتعد عن مواطنها ويخشى ربه. نعم. ولا ييأس. السلام عليكم أحمد عيد، بارك الله فيك يا أحمد بن عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك. ولك يا رب. بعد إذنك يا شيخنا، يعني كيف أحصل العلم؟ كيف أتغلب على النوم الذي يعتريني وقت الحفظ والقراءة؟ النوم، كيف تتغلب على النوم؟ وكيف أحصل العلم؟ أما تحصيل العلم احفظ كتاب الله وسنة رسول الله والجا للعلماء، اقرأ كثيرا إن لم تجد العلماء في بلدك. النوم كثيرا، استعن بالله وتعوذ بالله من الكسل. إبراهيم أبو مليقة، مرحبا بك يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول، كنت بقرأ إن اشتراط عقد داخل العقد يبطل العقد، يعني مثلا تبيعني الأرض مقابل تأجير دار، فهل على دوت مستند يعني من كتاب وسنة؟ اشتراط عقد داخل العقد، اشتراط يعني
أكنه يعني صفقة فيها بصفقة زي كل مسألة فيها تفصيل، لكن ممكن تكون أنت وقفت على حديث نهى النبي عن بيع وشرط، ممكن تكون كده وقفت. وفي ذات الوقت بعض القراءات كان بيقولوا ان الامام احمد قال على نهى عن بيعتين في بيعه ان هي دي يعني لا 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 بيعتين في بيعه لها صور. المهم وضح سؤالك حتى نوضح لك الجواب. اوكي لكن على سبيل المثال هو مثلا هيبيع دار مقابل زواج مثلا، قال ان الزواج ما ينفعش. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. يعني واحد يقول لواحد مثلا هيبيع له بيته ومقابل البيع ده مش فلوس، مقابل بيعه مثلا ان هو ايه يعني. ما احنا لازم يعني نوصف المسألة توصيف طيب. يعني انت ذهبت لعروسة حلوة اعجبتك، عروسة حلوة بنت ناس طيبين وجميلة، واخذت بتلابيبك، فقلت لهم اريد اتزوج، قالوا لك مهر بنتنا غالي يا ابني. قلت لهم طيب غلى مهر بنتكم البيت، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اتردين عليه حديقته؟ ثابت بن قيس بن شماس اهدى اعطى امرأة صداقها حديقة بستان، وبعدها المرأة لم يعني ترضى بالمعيشة معه، فجاءت إلى الرسول وبكل أدب قالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره ففرقها. فيمكن أن يكون المهر حديقة. فلازم أنت تفهم في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث منع عن بيع وشرط، شرط في البيع، وفي حديث ان النبي اشترى من جابر جملا واشترط جابر ظهره الى المدينة يركبه الى المدينة، فكيف الجمع؟ فيقول العلماء اذا كان الشرط مخالفا لاصل البيع، مخالفا ليه؟ لاصل البيع، فالشرط لا يصلح. يعني مثلا بعتك داري هذه على ألا تسكنه، والقصد من شراء البيت السكن فيه. أو واحد يقول لأخي زوجتك ابنتي على ألا تطأها، والقصد من الزواج الجماع. تفهم الكلام؟ فإذا كان الشرط مخالفا لأصل البيع أو ناقضا له حينئذ يبطل هذا الشرط. السلام عليكم. عشان عندي سؤال أخ لو سمحت، بالنسبه للمسابقات العلميه هل دي تدخل في النهي اللي هي لا تبقى الا في ثلاث؟ لا يا اخي، كل شيء من شان رفعه هذا الدين تجوز فيه. بعدين هنا ليست هناك مقامرات، اللي بيتكفل بالجائزه شخص واحد مثلا تختلف عن اذا قلت ادفع 100 وانا 100 والفائز ياخذها، هذه لا نجوزها اصلا. معلش اخر سؤال هنا لو حضرتك بفهم شيء يسير كده عن البيع وإيجار مكة، أو هل أنا يعني لو أنا الواحد فيها كان ثم خلاف قديم وانقرض هذا الخلاف. كان هناك من أهل العلم من يقول من زمن بعيد لا يجوز تأجير دور مكة، ولكن هذا الخلاف انقرض والله أعلم. جزاك سامح محمود، ولك بمثل يا سامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله طيب. الحمد لله رب العالمين. مولانا بعد إذنك، في واحد أعرفه يعني هو مسافر في دولة عربية، ففي مشاكل بينه وبين زوجته، زوجته غضبان عند أهلها، فكلمها في التليفون وقال لها أنت طالق طالق طالق. بعد كام يوم كذا حد حاول يتدخل، كل حد يكلمه يقول له هي طالق طالق طالق. كلها تطليقة واحدة. حتى لو في اوقات متفرقه يعني بين المره والثانيه شهر او اكثر. ما بينهم رجعه. لازم رجعه. ما بينهم رجعه. تطليقه واحده. لا 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 ما فيش رجعات بينهم. الله يسلمك، واحده. طيب يا مولانا في سؤال ثاني بعد اذنك. هو يؤكد ما قال، تفضل. في ارض بين رجل واخوه وابن اخيه. الأرض ديت قالت إليه
عن طريق ورث مباشر، وعن طريق يعني وصية وجبة، لأن الأرض دي كانت بتاعت أبوه الجد والجدة يعني. فالأخت بعت للأخ دون علم الابن الأخ، فبعد فترة لما عرف قال لا أنا ليا نصيب من الأرض دي عن طريق الشفعة، ليا الشفعة في الأرض دي، وفي مشاكل جامده بينهم وكده. فهل له شفعه ولا لا؟ لا، ده قضيه تنظر عن قرب يا حبيبي. بس عموما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعه في كل ما لم يقسم، لكن اذا صرفت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعه. لكن عندنا الان مشكلتان مع قلم محمد هنا، يعني ابين لك امرا. يعني إذا كنت أنا وأنت شريكان على المشاع، شريكان على المشاع، يعني في فدان أرض لك نصفه ولي نصفه، لكن ما حدد النصف من نصفك، هنا تتأتى الشفعة، هنا تتأتى الشفعة. لكن إذا فصل الفدان لنصفين وعلم حقي وعلم حقك، فحينئذ لا شفعة لك. فهم كلامي؟ تمام سيد. الشفعة للجار الذي هو بمعنى الشريك على المشاع. هم حتى بيقولوا له مولانا ان هو بعدين بيسألوا له عفوا من نصيبه بالوصية الواجبة، يقولوا له انت اصلا يعني ما كانش ليك واخدت، فمالكش الطالب بالشفعة. صح. اسمع، شوف انا فهمك حاجة عشان تكون بس ايه؟ اتفضل سيد. في قطعة أرض زي كده على المشاع، شايفها؟ مولانا زيد وعمر شريكان في الأرض هذه على المشاع، فهم؟ تمام. ما حدد نصيب زيد من نصيب من؟ من نصيب عمر. فإذا أراد زيد أن يبيع، زيد أولى من غيره بس بنفس الثمن، لا يشتري الغير، مفهوم؟ لكن إذا جئنا هكذا، إذا فصلنا نصيب زيد عن عمر، نعم فصلنا نصيب، كل واحد أخذ نصيبه يعني، كل واحد عرف نصيبه، سقطت الشفعة الآن. تمام. فأول الشفعة بالجرى على المشاع. جزاك الله خير يا شيخ، يبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الشيخ. الحمد لله، يبارك الله بالصحه والعافيه يا رب امين. لي سؤالين يا شيخ لو سمحت، جزاكم الله خيرا. السؤال الاول، لي صديق اشعار المذهب يعني يتمسك بهذا المذهب بشراهه، وهو من انصحه واخذه الى طريق الهدايه، فماذا افعل معه؟ ادعو له الله، بئس الصديق، علمه وادعو الله له. وفي النهاية يعني ما حكم هذا المذهب؟ هل هو مثلا هذا مبتدع ام؟ طبعا يعني مذهب مبتدع، يعني مذهب مبتدع في الابواب، ابواب الصفات، ينفون عن الله صفاته يا اخي، يعني ابتعد عنه ولا اصاحبه؟ علمه. لا، ما قلتش تبتعد عنه ولا صاحب، علمه. يعني هذا اصلا يعني صديق يطلع على المنبر ويخطب مع الناس ويصلي بالناس، حكم اصلا الصلاه وراه، هل الصلاه صحيحه؟ لا، الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه. تمام يا شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك. شيخ استاذنك بس في الدعاء لاخويا اللي ربنا يهديه. الله يعافيه، ربنا يخليك. شيخ بعد اذنك عندي سؤال. اتفضل. انا دلوقتي الحمد لله، يعني انا دلوقتي عندي 22 سنه. تمام تمام. وانا في سن تقريبا يعني على ما اتذكر يعني 13 سنه او 14 سنه. كنت ساكن في منطقه وكان في يعني شويه عيال كده يعني بلطجية، كنت برضو ملموم عليهم وكنت بقعد معهم وكده يعني.
تمام، بس طبعا يعني انا كنت طفل صغير، فهم كانوا اللي ساكنين حواليا، فايه يعني كنا ساعات نلعب كوره مش عارف ايه وكلام زي كده. ففي واحد منهم كبير في السن كان عنده ساعتها، يا حبيبي وجايز القصه احنا هنحكي حدوده طويله، في ناس عايزه اسئله، الناس تريد ان تسال، ما سؤالك باختصار يعني؟ بس دي حاجه يعني حاجه مهمه يعني، لا الحاجه المهمه بس تكون فقيه في الطرح. ايه السؤال باختصار؟ ما السؤال؟ طيب تمام، كان في واحد كان عنده يعني كان اكبر مننا في سن كبير يعني، تمام فرق كبير جدا ما بيننا. هو كان بيخلينا نروح يعني زي نسرق له مثلا حاجات ونجيبها له، يعني في شيء، وفي رجل كبير اكبر منكم سنا مجرم ويسرحكم تسرقوا وتجيبوا له. بالظبط، تسرق خوخ، تسرق عنب، تسرق اي حاجه وتجيب له. بالظبط، كان يخلينا نسرق له حاجات ونجيبها وحاجات زي كده. طبعا يعني احنا كنا بنعمل كده. كان كم عمرك؟ بصراحه نيتي كان عمري 13 سنه تقريبا على ما اتذكر، او 14 سنه. المهم تبت ورديت الاشياء لاهلها ام لا؟ كنت ايه؟ تبت ورددت الاشياء لاصحابها ام لا؟ لا انا بسال دلوقتي الحمد لله، يعني انا تبت طبعا، يعني انا اصلا انا عامه مش بسرق عامه في الحقيقه، يعني انا مش يعني مش بسرق، بس يعني ساعتها هو يعني كان بيخلينا الناس يعني مش غصب عننا يعني. ايوه يعني ايوه فاهمني يا شيخ؟ ايوه فاهم. انا دلوقتي يعني كان بيخلينا حتى نسرق بعض، يعني احنا كان بيخلينا نسرق بعض ونجيب له برضه، فانا يعني في حاجات انا فاكرها انا سرقتها تمام. فهل تعرف دلوقتي تعرف اعمل ايه دلوقتي؟ اصبر علي بس، تعرف اصحابها؟ اه عارف اصحاب، وفي مشاكل ما بيني وما بينهم، يعني في منهم في مشاكل ما بيني وما بينهم، لان انا ما بكلمهمش بسبب الحاجه دي برضه، بسبب ان انا كنت بقعد معاهم، هم كانوا حراميه برضه، يعني في منهم لغايه دلوقتي لسه حرامي، وفي منهم ربنا هداهم. كلمنا على الخاص يا حبيبي، كلمنا على الخاص. السلام عليكم. عليك السلام، ازيك خير؟ تفضل، الله يسلمك. يحفظك الله والله. تفضل، الله يحفظك. الافضل تحفيظ القران من جزء عامه ولا من سوره البقره؟ على المتيسر لك، بس اذا كنت في البدايه من جزء عام ايسر عليك، حتى الصور القصار ثلاث اربع اجزاء من تحت يطلع من فوق بعد كده. ماشي، الصور القصار تستطيع تصلي بها في الصلوات. تمام، والتجويد يعني قراءة على طول بعد كده معلمين التجويد لما يفهموا. الله يسلمك، مستحب ان تبين القرآن تبينا. احنا بنعلمهم يقروا كويس، بس التجويد لسه ما علمناهمش. ماشي، لا بأس. ماشي، شكرا. السلام عليكم. تمام، صفوك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك في الله يا عم الشيخ. حبك الله الذي احببتنا له. دلوقتي يا عم الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عندي سؤالين يا شيخنا. اسال. السؤال الاول يا شيخنا، الحمد لله يا محمد عشانك. تخطط من العمر 60 عاما. نعم. والدتي تخطط من العمر 60 عاما. والدتك تجاوزت 60 عاما. تمام، وهي ارادت ان تطلب العلم، فالتحقت بالمعاهد الدينيه، فهي تطلب الحديث والفقه والقران، هي تتعلم كل هذا، ولكن يا شيخنا هي تشعر بتوتر وضغط من كثره الامتحانات الحديث والفقه والتجويد. فقلت لها ليس عليك كل هذا، يعني فقالت لي. كم عمرها الاخت؟ نعم، كم عمرها؟ 65 عام. يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، تاخذ الذي تستطيعه، الاهم فالاهم، وربنا لن يضيعها. تريد ان تكمل، بس انا قلت لها يعني بيوترك، عشان تقول لي ذاتي لم تعد مثل قبل، فهي تعاني من الحفظ، لكن هي تقول لي هذا تتقرب به الى الله، بس انه يوترها الامتحانات كل يوم امتحان. اقول لك يا اخي الكريم، كانت صحابيه زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها تكثر من الصلاه، وكانت تقوم من الصلاه من الليل تصلي
وتعلق حبلا في سقف المسجد، إذا فطرت تعلقت به حتى لا تسقط. قال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. هيك كانت تبتغي وجه الله أيضا. طالما صلاها قضاء لماذا يعدها مرة أخرى؟ لا إعادة. السلام عليكم. نعم يا حبيبي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى، الأخبار؟ طيب الحمد لله، في نعم، نتقلب في نعم الله ليل نهار. معك مصطفى نور الدين من سوهاج دار السلام، خريج قسم أصول كلية أصول. اتفضل يا مصطفى. سوهاج أصول الدين، نعم. كنت عاوز أستفسر عن الجمع بين الصلوات في حالة إنك أنت مقيم في مكان، لو أنا مقيم في مكان تمام، ويعني يعني أنا في حد سألني نفس السؤال، بس أنا قلت يعني أنا قلت حرام إن هو مثلا يجي آخر الليل مثلا بقى على صلاة العشاء يروح يصلي جميع الأوقات، خمس أوقات. طبعا حرام، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. فقال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال والله ما تركوها بالكامل، لكن تركوها حتى خرج وقتها. تمام. طيب أنا كنت سمعت سؤال تاني بعد إذن حضرتك. أنا كنت سمعت الشيخ الشعراوي قال مقولة عندما سئل عن صيام بلا صلاة فقال أنا أتوقف قليلا فكيف أن تترك الصلاة، فهو قال فتوى والله أعلم بصحة قولها، ويعني قال أن تارك الصلاة عامدا مستعمدا كافر، ودي صحيح لا يعني عامدا مستعمدا كافر. قال إذا كان متكاسلا يستتاب ثلاث أيام ثم يقتل. أنت يا حبيبي متوهنا ليه معك؟ ما تسأل سؤالك مختصر، لازم تقول الشيخ فلان قال والشيخ علان قال. اسأل سؤالك إذا كان لك سؤال مختصر. هو أنا ده سؤالي، فكنت عايز أعرف الصحة بس. تارك الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا أو يعني غير جاحد، مرتكب كبيرة ولا يخرج من الإسلام. مرتكب كبيرة ولا يخرج من الإسلام. أما تاركها عن جحود لها يكفر ويخرج من الإسلام. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، حالي طيب. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أسأل، أنا كنت عايز نحجز الطيران، فأنا نسأل هل في إمكانية التقسيط أو في حاجة؟ قالوا لي أيوة في إمكانية التقسيط. فبنسأل هل في زيادة مثلا في قيمة التذكرة؟ قالوا ممكن تزيد 6%. ابتعد عنهم أفضل. نعم؟ ابتعد أفضل. نبتعد أفضل. الله يسلمك. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب. تفضل. ثلاث أسئلة سريعة كده يا مولانا. والكاميرا، تفضل يا حبيبي. الله يبارك في عمرك يا رب. بقول لك يا شيخنا، ينفع نخرج زكاة المال لشراء أرض هيتبنى عليها مقابر؟ لا يجوز. لا يجوز. السؤال الثاني، ليه فلوس عند واحد فلوسي يعني بتاعتنا وهو عاوز يدفعها لي، بس انا عارف ان هو هيدفعها لي من ارباح بنك، يعني فلوس مثلا مسؤول انت تطالبه باموالك وتصرف جمالك، خلاص خدها اسمه على نفسه. تمام. الحاجه الثالثه، احد الرقاه، اخوه الرقاه عاملين في مجال الرقيه، بيقول ان هو ممكن احيانا زوج يجي له يقول له ايه ان انا جاي لك اخر حاجه، يعني لو طلع مثلا الزوجه ما عندهاش حاجه خلاص هطلعها مثلا، فيضطر ان هو يقول له من خلال الرقيه ان هو في سحر مثلا او كذاب ما بينكم. كذاب. ما ينفعش يعمل كذاب عشان خاطر الطلاق ما يقعش يعني، او ان هو يطلعها بعد. كذاب، لا يكذب. لا يجوز يعمل كده يعني. نعم ماشي. السلام عليكم. في حاجه محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. ربنا يرفع قدرك يا شيخنا. حبك في الله يا شيخنا الله. بقول لحضرتك يا شيخنا، ممكن اجي احضر لحضرتك يا شيخنا درس غدا او بعد غد؟ غدا الساعة كام تأتي؟
العصر او لو بعد العشاء؟ لا غدا العصر في قناة صفا في القاهرة ان شاء الله. ممكن بعد العشاء ان شاء الله؟ غدا لا استطيع. نعم غدا لا استطيع، كلمني غدا ان شاء الله. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، لو الواحد مثلا عايز يعمل عقيقة على مرتين، عايز يعمل عقيقة على مرتين، لا بأس، كبش اليوم وكبش بعد أسبوع لا بأس. السلام عليكم، بارك الله فيك يا أختي ليلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل الشيخ. اتفضل. كنت دلوقتي لو سمحت، لو كنت بسأل بس لو التدريس، لو شايف اللي في مثلا دلوقتي أنا مش ممكن أول حاجة مثلا بحفظ قرآن مثلا، بس في ناس بتحفظ بس ممكن مثلا أكون أنا أقدر منهم في التحفيظ، هل يجوز ذلك ولا لأ؟ أعد. نعم؟ أعد. دلوقتي أنا مثلا مش ممكن التجويد. أنت غير متقن. أنت غير متقن. نعم؟ أنت غير متقن للتجويد والسؤال. ولكن مستواي جيد، مستواي كويس يعني، ولكن هناك من هو أستحق أنا أن أدرس أكثر منه ولكنه يدرس، فهل علي اسم إن درسته مثلا في التجويد؟ يعني أنت أنا مش فاهم أنت يعني نزل. إيه دخلك بغيرك؟ حافظ قرآن، حافظ قرآن، وحافظ القرآن يجب أن يكون متقنا للتجويد. وانت غير متقن. انا يعني مستواي جيد، هناك من يحفظ ولكن يعني انا يعني افضل منه مثلا في التحفيز في التجويد. اذا انت افضل منه حفظ، انت حافظ ما عليكش مشكله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. تفضل. نسأل الله العظيم أن يدخلك الجنة أنت وأهلك ومن تحب غير عتاب ولا سابق عذاب. يا رب وإياك يا شيخ. الله يكرمك. السؤال الأول يا مولانا بالنسبة للوضوء، من غسل عضوا وسعى عن عدد الغسل، هل يبنى على الأقل مثل الصلاة ولا كيف يا مولانا؟ رجع الكاميرا الخلف قليلا. معذرة عاد السؤال. انتهى في العدد في غسل أحد الأعضاء أثناء الوضوء، هل يبنى على الأقل أم ما هو المرة الواحدة تجزئ؟ المرة الواحدة تجزئ. هل إذا زاد عن الثلاث مرات هل في ذنب ولا شيء، ولا لازم ثلاثة أو حدث؟ والله في حديث ضعيف معلول، من زاد أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم، لكن أراه معلولا أعله العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحمد لله بخير. نجم السلام يا رب. بك الصحة. أيك. دلوقتي في أختي يعني مأمناني أسألها عشان أنا عندي نت كده وبعرف أكلم حضرتك. هي تعبانة مع جوزها من زمان، وهو يعني كان أسلوبه الله يسأله يعني هو سب وحش لحد الآن. هو عنده 70 سنة وفتح محل فول وطعمية، بس في واحد مراته اشتكت، في واحد تاني مراته اشتكت له، وعياله بيشتغلوا مع عياله، شبابهم متجوزين وخلفين ابنه معدي 40. ايه السؤال باختصار؟ باختصار هي بتقول انا طيب زمان لما جبت لاخويا وقلت له تزوج تزوج ما تزوجش، هل انا عليا ذنب في حالته دي اللي هو لحد ال 70 سنة وبيعمل الحاجات الغلط دي مع الستات؟ هل انا عليا ذنب؟ هي مالها، ماذا صنعت هي، ماذا صنعت؟ والله يا شيخ هي خايفة جدا وتقول انا طب انا كده عليا ذنب. يعني ايه اللي ماذا صنعته حتى نقول عليك ذنب؟ ان هو ان هي دلوقتي في هي اعتبرت هي معدية 60 وهو معدي 70، وان هي يعني بتنام في اوضه وهو في اوضه، فان هي عليها. هل هو يطلبها الى الفراش فتأبى؟ لا ما فيش، ما بيحصلش الكلام ده خالص عشان هي تعبانه وهو كبر. بعدين خلاص ما بيحصلش، خلاص لا يطلبها الفراش. لا بأس. سامحني.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عقيقة بعد أيام إن شاء الله ولد، واشتريته اثنتين من الماعز. تمام؟ اشتريت ولد اثنتين من الماعز. وسأشتري تقريبا نصف بقرة، فهل يجوز لي أن أذبح الماعزتين قبل اليوم السابع؟ كعقيقة يعني؟ أي نعم. لا العقيقة قبل اليوم السابع. يذبح اليوم السابع؟ إن شاء الله. وهل يجوز الادخار من لحوم الماعزتين؟ نعم يجوز. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. والله نحبك الله يا شيخ. يحبك الله الذي احببتنا فيه. تعبناك محمد معنا. شيخنا كنت اجلس في مره مع احد الطلاب عند الشيخ هشام البيالي، وكان يقول لي انهم الشرطه الناجيه. ماشي. وانت تعلم انهم يسبون العلماء، فما قولكم فيهم يا شيخ؟ وهل تنصحوا ان يطلب العلم عند الشيخ؟ ان شاء الله ان يهديهم. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك فيكم يا شيخ. نشهد الله أن يحبكم في الله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. صح حديث يا شيخنا، هل لا سألوا الجاهل أسوأ له؟ والله يبارك فيكم. نعم. صح حديث هل لا سألوا الجاهل؟ حديث قتلوا قتلهم الله. أيوة نعم يا شيخ. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسلام. طيب شيخنا، ضوابط العذر بالجهل إذا كانت البلدة مثلا عالم مثل شيخنا الشيخ العلوي حفظه الله. لا العذر بالجهل موجود، لأنك لا تتصور يعني العذر بالجهل موجود يا أخي. إذا ثبت الجهل وجد العذر، لكن إذا لم يثبت الجهل خلاص. تمام شيخنا. معذرة، آسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دلوقتي في واحد تقدم لوظيفة فقال لي ادعو لي أن ربنا يرزقني هذه الوظيفة. فقلت له إن كانت خيرا لك ربنا يرزق هذه الوظيفة. فقال لي ادعو أن ربنا يرزقني هذه الوظيفة وتكون خيرا لي. فلا هذا صح أن أقول يا رب يرزقني هذه الوظيفة واجعلها خيرا لي؟ يجوز، لكن الأولى أن تكل الأمر كله إلى الله أن يختار لك الخير. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا دلوقتي متجوزة. ارفع الصوت لو سمحت. حضرتك يا سمعني؟ والله سماع ضعيف، يعني تعمل لي فينا معروف اذا رفعت الصوت شوي. ولا حاجه، انا دلوقتي متزوجه من طبيب، ولكن هو ما بيتعاملش معايا خالص. لا نستطيع ان نسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. اعزك الله. سمعت يا مولانا، انا المرتب بتاعي كل شهر بعمل مثلا 50 مرتب لله، هل يجوز أن أخرج لله ده أديه للسيدة والدتي يعني، ولا يكون الفقراء والمساكين؟ هي فقيرة؟ لا ليست فقيرة. طيب غيرها أفضل منها. نعم؟ غيرها أفضل منها، لا دام مش فقيرة ليه يعني؟ خلاص. أحسن جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الشيخ مصطفى. اتفضل. صحة حديث بس بعد اذنك، اذا هاجب احدكم الدم فليحتجم، فان الدم اذا تبغي بصاحبه يقتله. لا يثبت بهذا اللفظ، لكن قال بعض العلماء يحتجم اذا هاج الدم، لكن ليس كلام رسول الله هذا. طيب وصحة حديث لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعضي. لأن الله بغض كل جعذرين جواظ، ما في فيه أنه لا يدخل الجنة. وفضلا هذا، فإن هذا اللفظ معلول أيضا. معلول. أيوة إن شاء الله. وفضلا هذا، فإن هذا اللفظ معلول
السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، نويت قبل الفجر اني اصوم اليوم ده ونسيت طول اليوم ان انا كنت صايم، وجيت الفجر اليوم اللي بعده يعني وصوم ثاني يوم وتذكرت في هذه اللحظه ان انا كنت صايم. لا لا عفوا عفوا، نسيت تصوم يوم الاثنين ولا خميس ولا ايه بالضبط؟ لا لا يعني صيام سنة. نسيت أن تنوي لصيام السنة وبعد ذلك ماذا تريد؟ أنا نويت ولكن في أثناء اليوم نسيت أنني كنت صائم وأكلت اليوم كله. يعني أنت كنت صائما ونسيت وطول اليوم تأكل؟ آه. صوم صحيح. تمام شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. حكم مثلا يكون لي باع بالقسط مثلا شيء بمئة ألف على ثلاث سنوات، فيأتي رجل ويعطيني 80,000 كاش الآن ويكون له هو القسط من المشتري. من العلماء من يجوز هذا، يقول هذا خلاف الربا، ضعونا تحت باب ضع وتعجل. هي جائزة إذا أعد الصورة تماما. أعد الصورة. لي الصورة. أبيع مثلا فضائية بمبلغ 50,000. أيوة. سنتين. سلعة معينة تقول للرجل هذه ب50,000 إلى سنتين أقساط. جاء في نصف المدة وقال لي أخي أنا علي لك 40,000 بعد سددت 10 أقساط. لا لا، ده يأتي رجل آخر يعني غير المشتري والبائع. أيوة يعمل إيه؟ يأخذ هو القسط يكون منه إلى المشتري. واخذ انا مالي منه فورا واكون له هو القسط، انا اخذ اقل من ما لي عند المشتري. ايوه انزل بديل لك يعني. بديل لي، فانا اخذ مالي منه كاش. هو يشتري السلعه ولا ايه؟ لا هو ما يشتري السلعه، هو راجل يعني زي ما يكون بيشغل ماله يعني. ويشتري القسط مني يعني. يعني أنا بعت لك هذه السلعة بالقسط ب100,000. نعم. كل شهر 1,000. جاء واحد في الطريق وقال أنا أدخل، وراح للمشتري قال أنا أشتري منك هذه السلعة. أشتري منك هذه السلعة. إلى البائع. ذهب للبائع؟ يشتري منها القسط نفسه. أيوه. ولا يجوز بيع الدين كما قال عدد من العلماء. هو لا يجوز. لا يجوز. وفي ربا ايضا واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضلي. ممكن اسأل بالنسبة لفاطمة حضرتك. ايه نعم. بالنسبة لفاطمة بتاع حضرتك فتوة ماذا؟ علمنا من حضرتك ان الخمار او الحجاب من فوق الرأس، فحضرتك افتيت بفتوى ان هو يجوز ان يبقى فوق الكتف. فدلوقتي لحظة امرأة انا بنتي لحظة بس خلينا نفهم الناس، يشاركونا في الفهم. يعني انت تقولي ان المرأة اذا لبست عباءك هذه مع اختلاف اللون وهذا الكتف ظاهر وهذا ظاهر ولبست خمار فوق ذلك، تقولي حرام؟ لا اقول حرام. طيب تقولي ماذا حضرتك؟ يعني في بعض النساء استغلت الفتاوى. لا انا بس مسأل اسال الاول. لا عفوا عفوا معلش يعني عفوا اسمحي لي وخليكي واضحه معانا، لان القول السديد يصلح الله به العمل. انا الان في واحده امراه من الطيبات قالت انا جبت عبايه والعباية بين النزد على كتفي ولبس فوقها خمار، فاعترضتني هي تقول أخت من الأخوات، قالت لا لازم يكون جاي من الرأس مسحوب كده، مسحوب ما فعل الكتف شيء ونازل تحت. هل تقولي بالرأي الأخير ده ولا الرأي الأول يجوز؟ لأن الأخوات في القاهرة شددوا في هذا الباب تشديد لا معنى له في الحقيقة.
لا في خمار. السلام عليكم. في خمار بس هي تقول لا الكتف ده حدد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ أنا طبيعة عملي الوقت طول الوقت مشغول برا البيت، ولما بدخل البيت يا دوب بحفظ الحاجات اللي عليا، ولو في دراسة بدرسها وبنام. وزوجتي بتشتكي من قلة الاهتمام، تقول لنا عليا ذنب شرعي اللي أنا ما فيش اهتمام. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. بس كده هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله لي ولك العمر طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب السمين. لكن أريد أن أسألك سؤال ولكن لا تحزن. والله على حسب السؤال، أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان السؤال مهذب مؤدب هنزعل ليه؟ بالتأكيد. قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. نحن لا نعلم من سيتوفى قبل من، فأرجو منك أن تذكر لنا في 5 مواضع أو في 4 مواضع أن تذكر لنا 2 نستفتيهم من بعدك لي وللسامعين، نستفتيهم في أمور الفقه، ومن إن احتجنا أمورا في العقيدة نسأله فيها، إن احتجنا أمورا في الحديث نسأله فيها، لأننا لا نستطيع التواصل في أمور الحديث مع الشيخ أبو إسحاق الحويني بسبب المرض. نسأل الله لي وله الشفاء العاجل. يا رب يباركنا فيك يا أخي الكريم، ما نحن إلا طلبة علم، والحمد لله بلادنا مصر وبلاد المسلمين مليئة بالعلماء، فأسأل الله أن يحفظك وأن يسلمك، وما نحن إلا إخوانك من طلبة العلم نجتهد ونتعلم جميعا. لكن أرجو منك أن تذكر لنا أسماء. خلي جاي هذا بيني. أنت طالب علم. اسأل بيني وبينك إن شاء الله، شوف من أي البلاد أنت، وأرشدك إلى بعض إخوانك من بلدك إن شاء الله. جزاك الله كل خير. أقرب اللقاء أنت أسألك إن شاء الله. مش في اللقاء، على الخاص كده. الله يسلمك. تمام. في أقرب لقاء بيني وبينك إن شاء الله بإذنك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسف جدا إن الخط قطع من عندي. لا حضرتك شيخنا وتجرأ رأسنا، لكن أنا بقول لحضرتك، حضرتك الفتوى أنا مقتنعة بيها، لكن في بعض النساء بتستغل الفتوى دي في إن هي بتلبس البلطو مثلا، في طبعا طلع تفصيلات معينة للبلطوات أو الأشياء اللي بتيجي من فوق الكتف بتبقى ضيقة على المرأة. انا كامرأة بحب ان انا انظر ليها. انا كان عندي بنت قالت لي انت مثلا انت متخذ الشيخ مصطفى العدوي قدوتك، والشيخ طبعا بدون يعلم من علماء اهل السنة وتدعم الفتاوى منه، فطبعا موضعها الخمار والنقاب وكده. فقالت يا امي انا عايزة البس البرص ده. انا بس اسمحي لي في سؤال. اتفضل. طبعا انت نازعتم في شيء فرضوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يعني انا اسال سؤالا، البلط الذي تلبسه الطبيبه، بلط ابيض تلبسه الطبيبه، هل ترين هذا البلط اذا كان واسعا سابغا غير مجسم، هل ترينه حراما لانه حدد الكتف؟ هذا السؤال بس عشان ابني على جوابك، تتمة الجواب عندي ان شاء الله. انا لا طبعا انا باخد كل الفتاوى من حضرتك ومن مشايخ من علماء اهل السنه. هو بس الحديث عشان انا سمعت من حضراتكم الشيخ ربنا يبارك فيه، شيخنا الشيخ يعقوب كان دايما يقول اللبس دايما الالوان مثلا تلبس الزيتي الكحلي الاسمر كده. طبعا انا كامراه انا متعوده على الاسمر،
لكن يعني انا مش انا لا ارى الا ما تقول حضرتك، لان حضرتك اعلى مني. لا لا اعذر بس اسمح لي اتكلم عشان الوقت ضاق شويه. اولا حديث رسول الله اني اخشى ان تصف حجم عظامها ضعيف اللاس بتاع رسول الله. ثانيا كانت النسوة على عهد الرسول يلبسن الدرع، الدرع الدرع يعني الثوب اللي هو النساء تلبسه الان. فظهور الكتف من المرأة مش ظهورها انها تكشفه، لا يعني تقسيم الثوب للكتف ليس بعورة، هذا ما دام سابق ولا يصف لا يصف شيء من الجسم. ده اجمالي القول حتى لا نحرم اشياء احلها الله ولا نشد على انفسنا. انا بكلم حضرتك بعد اذنك ان انا كامراه انا استحي ان انا امشي من غير ابناء او خمار. انت 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 كده الله يحفظك ويزيدك ايمانا وتقا، لكن تحريم ذلك على الناس صعب علينا، ما نستطيع نحرمه على الناس. يعني الان مثل هذه بالضبط، مثل هذه بالضبط امراه تلبس شيئا هكذا كل اللي ظاهر فيها الكتف وما سوى ذلك مستور تماما ليس مجسم، ما استعفت بالتحريم. الله يبارك في عمرك وكريم وياك. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله وصليا وسلما على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، لك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا بك خاصمنا واليك حكمنا ولك اسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا،
اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا ونور بصائرنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، واسلل سخائم قلوبنا يا كريم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.